مرحبا شباب، بالنسبة للفورد اللي كان عم يطلع فيها صوت بالمحرك بسبب انه في تلف بالبستون رقم 3، غيرت البستونات وغيرت شاط الصدر، والنتيجة انه صوت المحرك بعد ما عملنا له توضيب للمحرك اختلف، يعني صار صوت المحرك طبيعي. طبعا هلا المحرك شغال، ما في صوت، يعني بس في مشكلة انه التوربو بسبب انه كان ضغط الزيت ضعيف، بقى هلا هو التوربو في تلف بالاكس موجود بالشفت الموجود بقلبه، لذلك لازم نغير التوربو. ولكن صوت المحرك اختلف كليا عن الصوت اللي كان موجود من قبل. مثل ما شايفين الاحتراق اللي عم يطلع من الاكزوز احتراق يعني سليم، ما في دخان اسود او دخان ابيض، بس عم يطلع نوع من البخار.